dit pas il faut danser. On dit faut libérer. On libère les gars. On libère. On libère, on libère. On tend les mains, on bouge les pieds, on bouge la tête. Zouglou kata, zouglou kata, zouglou kata. Zouglou. Dis monsieur, c'est quoi le Zouglou Dance? ستنفذ صراع كبير بين المهاجمين والمدافعين هما لأسرع اللاعبين يعني في العالم. أقصى سرعة تبقى لكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد 33 كيلومتر في الساعة. كان تدخل من بدر غزول. ثلاث ألقاب في هذا الكأس جعلته ثالث أقوى الأندية الإفريقية بعد الأهلي والزمالك من حيث الألقاب. ألقاب الأندية البطلة. سفيان ضغط دائم على حامل الكرة من طرف لاعبي فريق أولمبيك ريبكا. تماس داخل منطقة العمليات لا زال يحافظ على الكرة و تعود نجدي فرصة لرجاء البيضاوي. زروالي تمريرة داخل منطقة العمليات مرة أخرى. خلاء الثانية الجولة الثانية من عمر مباراة الرجاء وأولمبيك ولا نتمنى أن يتكرر مثل هذه الأشياء بكل صراحة لأن البطولة بجماليتها تبقى ذات رونق وطابع خاص بالنسبة للجماهير المغربية. أربع بطاقات صفراء للاعبي الرجاء البيضاوي. بوجار أغوزول مدوفي بوجار زكريا مزيل. لاحظوا الأداء الجيد بكل صراحة والانضباط الجيد لعناصر فريق أولمبيك ريبكا. أن الفرق الكبيرة بكل صراحة تمرض ولا تموت. فريق أولمبيك ريبكا كان في ذات يوم ينشط الدوري أصبح بطل الدوري بطل الكأس. أصبح له كلمة أصبح له حضور. صناعة حق. سأصمت لسماع الأزيج هنا. لاحظوا هذه الامواج البشرية. عرضية تعود من جديد متولي فرصة داخل منطقة العمليات. ماني سيري وتغطية جيدة من الدفاع. صالحي ولصالح أغوزول كرة أمامية. وسام إمكانية التمرير الجهة اليمنى بالفعل. جيم كوم فرصة للرجاء البيضاء من الجهة اليمنى تمريرة. كان هناك تغطية دفاعية. مدوفي عملت الانطلاق بكرة الهلالي. وسام البركة أمزيل عكادي توفيق الحسن عكادي محاولة إخراج لاعبي الرجاء البيضاوي. الجهة اليسرى تعود الكرة محمدينا. لاحظوا تمريرات قصيرة فيما بين لاعبي فريق أولمبيك ريبكا. فرصة إمكانية التمرير للجهة اليسرى بالفعل. منذ ثواني أو دقيقة وفريق أولمبيك ريبكا لا زال يحافظ على الكرة. لا زالت الكرة لفريق أولمبيك ريبكا و
بحكم بان اي فريق هنا دابا غادي يجي هذا الفريق الاخرين الا وغادي يكون جاي يعني مستعد لا بدنيا لا ذهنيا لا غادي يكون مستعد فيما فيه. كي كتمشي عند فريق اولمبيك خريبكا فوز فريق الوداد البيضاوي على فريق المغرب الفاسي بهدف لصفر، الكرة عند فريق عن فرق البيضاء فرق فاس الجديدة. إذا هنا بمدينة الرباط يوم 28 من نفس الشهر فريق الفتح الرباطي الذي سيرحل فريق الفتح الرباطي عند مونشاري فريقه الأول فريق شباب محمدية، لكن الآن يلعب مع فريق الفتح فريق الفتح الرباطي والتي كادت تعطيه الإقعاد يا سي حسن. هذا ما غاديش يخليه ما غاديش المدافعين غادي يلعبوا يعني في راحة تماما ما لمشي ضغط ولا إذا خاص إصابة هي اللي تقدر تغيرها ديرها. إذا الكرة عند فريق الفتح الرباطي بدل الجهة اليمنى محاولة لاعبين أساسيين في الفريق يعني هذه مغامرة وكنقول برافو لمرينيو برافو لسميتو المسألة هذه ديما يغير ولا هذا إلا بقى في هذه الطريقة راه يمكن يتلقاو مشاكل أخرى ويتلقاو غادي يقعد يبحث باش وخصو يحتاط الفريق الخريب من الإصابة الثانية هذا راه خص الفريق الخريب يحتاط من الإصابة الثانية. تلعب الكرة بدر هناك غياب رضا المختار التمرير اتجاه الدركير كنترول لم يكن بالشكل الجيد وضربة مرمى كانت محاولة جيدة لم تستغل كانت تغطية من الحداد حافظ خطا صالح او حكم يقول ما كاينش هناك خطا الدوليه المراوغه البحث عن الممر للتمرير لكن في الاخير تدخل موجود من بدرك وجول من اولمبيك مراكش لاولمبيك ريكا اكيد انه قدم نفسه بشكل جيد في مباراه الرجاء يتواجد اليوم ضمن التشكيله الرسميه لتشكيل محمد يوسف لمريني عيب لمباركي ثلاثي خطير جدا بالمغرب التطواني الذي يدخل مواجهه اليوم بمدرب جديد بدر غزول ليوسف اوغادي والفصل الاول من فصلين هامين في اخر جوله من جولات ذهاب اليمنى اقدر وضعت فيه الثقه من محمد فاخر كما كان شان مع عبد الرحيم طالب الذي ساهم في انقاص وزن هذا اللاعب انقاص مرتضى فال وبدر غزول يبعد الكره في الزاويه زاويه لصالح المغرب التطواني ونحن على بعد فقط 40 شريف ورساله الى ان التحكيم المغربي بخير وبانه لديه رجالاته تدافع عنه ضربه مرمى لصالح فريق الدفاع الحسني الجديدي كره اماميه ولكن ضائعه كترجع مره إسلامية عرف كيف يحكم على اطوار المقابله من هو الفريق الذي استغل فتره الراحه فتره ثلاث اسابيع يمكن اقول بانه تمريرة منير طيفي ما كانتش في المستوى أداء لاعب البزغودي أداء يمكن أقول جيد في الجولة الأولى إذا كانت تمريرة خاطئة فريق الرشاد البنوصي كاين هناك ضربة خطأ بالفعل قرار الحكم التوازن بشكل تعرقل وسام البركة ما كاينش هناك تسلك الحكم كيرفع الراية ديالو تعز لاعب البزغودي ولكن ما كانتش هناك تواصل يكون أكثر جرأة من الفريق الآخر بكل هدوء لاعب أكوزو البدر بكل هدوء لاعب أكوزو البدر هناك تسلل محاولة ولكن دائما السرعة هي اللي كيبحث اللاعب الرياحي
شباب الريف الحسيمي بالقمصان الزرقاء وسيسنا السربوت عمر نفع يوسف أغوزول بدر أيت الحاج كمال أخميس الحسن قندوس يونس الهلالي بكر وشام إسماعيل مشاك كوفي البركة وسام اللاعب السابق للكاسيم. إذا هذه التشكيلة الأساسية لفريق أولمبيك خريبكا على موافقة للحارس إمكانية للمرور داخل منطقة العمليات البحث عن التصويب ومن الضيف فيصل حضور أيضا اللاعب أشرف إبراهيم. كرة ملعوبة الآن انطلاقة عن طريق اللاعب معاوية معاوي عبد الله حكم كيعلن على تسلل الكرة من جديد كتمشي للتماس الاعداديه ودوريات الاعداديه للدخول في جو تباري بشكل رسمي حضر بدوري الشمال فريق شباب الريف الحسيمي وخاض مجموعه من اللاعب أغوزول بدر بدر من جديد كترجع عند بكر الهلالي بدر على مستوى خط الوسط لاعب قندوسي يونس ترجع عند بكر الهلالي عميد في كرة ملعوبة محاولة المرور داخل منطقة العاليات الحكم السيدي محمد يرى يقول ليس هناك شيء تحضير إمكانية المرور لكن هناك مخالفة هناك مخالفة طبعا يعلن عنها الحكم السيد محمد يرى شاهدوا معي بالفعل من ذكر فريق شباب الريف الحسيمي تأسس سنة 1953 62 نقطة ومن يسأل عن البطل آنذاك عن الهداف دقيقتين يضيف الحكم كوقت بدل ضائع إذن دقيقتين على نهاية الجولة الأولى كرة ملعوبة اللاعب شحشاح محمد أحد الهدافين المميزين بالفريق إمكانية المرور أشرف العربي الآن كترجع كرة للاعبي فريق شباب الريف الحسيمي لكن التغطية في الأخير حاضرة عن طريق الريف الحسيمي المباراة تنطلق إذن في جولتها الثانية 45 دقيقة للجولة الثانية بمفهوم جديد وأي علي كرة ملعوبة تحضير كتمشي مباشرة لبدر يستغل الكرة الأمامية كترجع من جديد للخلف للاعب أغوزول بدر